مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في الموسم الجديد والموسم المتميز من برنامجكم نحو الهدف، وده الموسم الثالث. بس الأول أنا وفريق البرنامج كله بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الإنجازات وكل التطور والأمن والأمان اللي بيشهد له كل المصريين وكل الوطن العربي. ربنا يحفظك يا ريس ويخليك لينا، ودايما فخورين بيك إن أنت رئيسنا، ويحفظ مصر ويحفظ جيشها ويحفظ شعبها. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا لكل المجتمع المصري بصورة خاصة، وللمجتمع العربي والوطن العربي كله بصورة عامة. هو موضوع تعدد الزوجات. الفترة الأخيرة يعني لاحظنا ان اي حد متيسر الحال بيكون حابب ان هو يتزوج على مراته بدون تركيز في الجوانب اللي ممكن تدمر او تؤذي الاسره الاولانيه. لو هيعمل بيت جديد او هيتزوج مثنى وثلاث ورباع، لو هيمشي بشرع ربنا، اكيد ربنا حط لنا شروط قبل ما نتخذ خطوه الزواج باخرى. بس خلونا الاول نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا النهارده ومنورينا. دكتورة مروة عادل، استشاري إشاعة إلسادي كلية الطب، أهلا بحضرتك يا دكتورة، أهلا بيك. منورانا. أهلا. وأستاذ مصطفى عبد الله، مدير فريق الضمان بشركة إيجيبت الألمانية المصرية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا في الأول يا دكتور يعني وأستاذ طبعا مصطفى عبد الله، كنا عايزين نتكلم في موضوع التعدد. الفترة اللي احنا بنشهدها دلوقتي في ناس كتير بتقبل على الزواج بأخرى دون مراعاة ان ممكن البيت الاولاني ده يتأثر بالسلب، نفسية الزوجة الاولانية، الاولاد ممكن يتعبوا نفسيا او يتأذوا نفسيا من هذه الخطوة. فكنا عايزين الاول نسأل الدكتور واعرف رأي حضرتك، هل التعدد تقصير من الست ولا طمع وعين فرخة من الراجل؟ سؤال سؤال صعب. ليه صعب؟ علشان الأحكام المطلقة غلط جدا ان احنا نتكلم في موضوع ونقول والله ده طمع او عين فارغة او كده. كل حالة لازم نبص لها لوحدها. يعني ممكن الزواج التاني يبقى طمع، ممكن يبقى تقصير. التقصير مش بس هيبقى من ناحية الزوجة، ان الزوجة مقصرة، ممكن كمان يبقى من ناحية الزوج. يعني واحد اتجوز واحدة هو مثلا مش بيحبها، فهي طبيعي الإحساس ده وصل لها، حاولت كتير، فهي بعد كده بقت مقصرة وخلاص، يعني رمت طوبته. الموضوع مشترك هما الاتنين. ممكن يبقى برضو ده تقصير من الزوج، ان هو ما حاولش ان هو يقرب من مراته ويخلي فيه لغة حوار هما الاتنين مع بعض. فمش دايما نرمي مسؤولية التقصير على الزوجة، كل حاجة بتبقى حاجة مشتركة بين الاتنين. واحنا دايما لما نحكم ما ينفعش نحكم من بره، احنا يعني احنا مش عايشين مع حد في البيت، فما نقدرش نحكم بالظبط. والطمع برضو، الطمع ممكن يبقى فراغة عين من ناحية الزوج، والحقيقة هي دي الأغلبية يعني في أسباب الزواج التاني ما شاء الله. يعني مش دايما بتكون الزوجة مقصرة أو عندها مش دايما مشكلة أو طبعا، في أي نقص من لا أي لا خالص، جانب من الجوانب. لا لا طبعا. وممكن على فكرة يبقى طمع من الزوجة برضو، مش بس الزوج. يعني ما نقدرش نقول والله ده هو فراغة عين. لا، في ستات كتير يعني خصوصا في الجيل الصغير كلهم يعني هتتجوز واحد كل فكرتها انها تتجوز واحد غني بس، هي مش عايزة، ما بتفكرش في اي حاجة تانية، لا بقى اخلاقه ولا دينه ولا اي حاجة، هو عايز حد برستيج اجتماعي وواحد يصرف عليها كويس وما ويجيب لها. تحصلش على لقب طبعا اللي البنات كلها بتخاف منه، لقب العانس. يعني بصي برضو يعني مش بالنسبة لها لقب انها متزوجة حتى لو انفصلت، في ناس كتير او ممكن طبعا حتى جالنا على السوشيال ميديا
برضو يا دكتور كومنتس كتير جدا ان في بعض البنات بيتسرعوا جدا، مفيش اي تريث في ما هم الموضوع كده، ولا تأني في هم موضوع بيأذوا الزواج نفسهم، هم علشان بيأذوا ما نفسهم يحصلوش على علاقة بالظبط. بعينة. لا بصراحة هو ده، انا مش عارفة تفكيرهم ازاي يعني. انا عشان ما بقاش عانس اجيب لنفسي كارثة لا طبعا او ان يعني هي تقدم على ده خراب بيت الزوجة الاولانية، لان مش بالظبط كل السيدات بالظبط. اكيد بيوافقوا بس في ستات بمشكلة زي بتوافق كده. يعني، زي ما قلنا ان في ستات ونسبة كبيرة جدا بتبقى متجوزة الراجل ده عشان فلوسه، هو بقى يخونها يتجوز مش عارفة ايه، مش مهم، هي داخلة عشان ميشن، عشان مهمة معينة ان هو هدف. يصرف عليها، تمام. هي عايزة، هو الموضوع بيبقى صفقة، هي عروسة كويسة وهو راجل كويس وكمواصفات يعني عريس لقطة، بيتجوزوا مفيش تفاهم مفيش حب اصلا، فخلاص هي متجوزة على الأساس ده، فبالتالي هو يعني مع الفجوة اللي بتحصل مع الوقت والتحديات اللي بيواجهوها بعد الجواز بالظبط، مشكلات كتيرة مع جدا. الوقت خلاص هو بالنسبة لها هو بنك بيصرف ايوه وخلاص بقى يعني، هو بقى يروح يتجوز يصاحب يخونها يعمل اللي عايزه مش مهم، أنا المهم إن هو بيصرف عليا كويس بيصرف على متطلباتها ولادي كلها كويس تكون بالظبط. ففي ناس، بينفذها طبعا. في ناس على فكرة وفي ناس كتير جدا بشوفهم ستات كده، انا يعني اللي هو هم كده، انت اعمل اللي انت عايزه بس اهم حاجة انت ما تأثرش معايا. فالطمع ممكن يبقى من ناحيتين والتقصير من الناحيتين، مفيش احكام مطلقة نقدر نقولها يعني. تمام يا دكتور. طيب بالنسبة للأستاذ مصطفى، كنا عايزين نعرف من رأي حضرتك بقى كراجل، وبالنسبة لك يعني شايف إن ده حق من حقوقك اللي ربنا عز وجل اداهولك، عايزة أعرف مع أم ضد، ولا بالنسبة لك امرأة واحدة تكفي، ولا هتمشي بمبدأ امرأة واحدة لا تكفي على رأي طبعا فنان أحمد زكي؟ لا انا امشي طبعا بمبدا امراه واحده لا تكفي من بس اولها كده الصراحه يعني بس انا انا احب المبدا تمام، يعني. انا اتفق مع الدكتوره فعلا في رايي انه مش شرط ان انا اتجوز واحده تانية عشان تقصير من الزوجه الاولانيه، لا هو في ممكن تكون الزوجه الاولانيه مديه للراجل كل احتياجاته وكل حاجه، بس هو ممكن برضو نقول ان هو ايه حابب يضيف حاجه جديده مش في الزوجه الاولانيه، مع ان حاجه شايفها مش موجوده بدون تقصير من الزوجه الاولانيه، او مثلا زي ما قلنا برضو انا اتفق في حته طمع، ممكن يكون بطبيعه الراجل ان هو بيحب يعني جديد كل جديد. تمام. تمام مع طب حضرتك. والمشاكل النفسية اللي حضرتك مش متخيل الزوجة الأولانية قد إيه بتتضرر من هذا يعني الفعل، بالنسبة لها فعل غير مقبول نهائيا، لو الشرع محلله ربنا عز وجل حلله في نمط معين أو بشروط معينة، ربنا قال يعني ولن تعدلوا تمام وإن لم تعدلوا فيما معناها فواحدة. فواحدة فلو هي دلوقتي اجتهدت وعملت كل المطلوب منها في سبيل ان هي تملى عينك وتحقق لك كل رغباتك كزوج، ايه الهدف من ان انت تتجوز باخرى؟ ما هو هقول لحضرتك حاجة، هو دلوقتي لو ما قدرش ان هو يقنع الزوجة الأولى ان هو يتجوز تاني، بالتالي ان هو يعني هيخسر البيت الأولاني، فيبقى كده ما حققش اللي هو عايزه، هو عايز زوجة تانية، عاوز بيت تاني، عايز حاجة بالإضافة على البيت اللي هو فيه، عايز حاجة زيادة، فلو اضطر ان هو ما قدرش يقنعها وسابت البيت أو اتطلقت يبقى هو كده ما حققش حاجة، رجع لنفس النقطة من البداية تاني ان هو معاه زوجة واحدة، يبقى أحسن شيء ان هو يقف عند النقطة دي، وان هو ما يحاولش يكرر يتجوز تاني لانه يعتبر ما عملش حاجة. رجع للنقطة الأول. طب أستاذ مصطفى، إيه اللي يخليك أنت تفكر في زوجة جديدة؟ أول الأسباب اللي بتخليك مثلا تزهق من البيت أو تحس إن البيت بالنسبة لك بقى حاجة يعني القعدة فيه مملة جدا، وإيه أهم الأسباب اللي بتخلي الرجل عموما يطفش من بيت الزوجة الأولى؟ هو عامة مش بمعنى ان هو يطفش، هو احنا نقدر نقول التغيير، تغيير يعني لكن حتى مش لو سعيد والبيت سعيد ومبسوط، ما هو مستقر جدا الروتين عامة والأولاد او متوفقين. الحاجة بتحصل كل يوم بتتكرر سنة 2 3 10، فده حاجة ثابتة روتين، فالبعض بيحب ان هو يكسر الروتين ده او يغير الملل، بيعتبر ملل فبيحاول ان هو يغير الملل ده، بيحاول يجدد فيتجوز نظام تجديد، تمام. يضيف حاجة جديدة على المهمة. ده انت يعني يعني متحمس جدا للفكرة، أكيد حضرتك متزوج عن اصلا. تجربة. لا حضرتك عن تجربة. متزوج باكتر من زوجة مثنى وثلاث. ما شاء الله مثنى تبارك. وثلاث. تمام.
يعني طبعا يا استاذ مصطفى، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود ده قضية. أكيد. اكيد. هنروح لفاصل ونرجع مع حضرتك ومع الدكتورة مروة. مشاهدينا، هنروح لفاصل ونعرف رأي هنروح دلوقتي للتقرير، هنعرف رأي الشارع ايه ونرجع لكم تاني. خليكم معانا. نعرف آراء بعض الناس، هل هم مع ولا ضد فكرة تعدد الزوجات؟ تعالوا نشوف. هل أنت حضرتك مع أو ضد فكرة تعدد الزوجات؟ أنا مع تعدد الزوجات. والله أنا مع تعدد فكرة تعدد الزوجات. لا، ضد طبعا. ضد تعدد الزوجات. ضد طبعا. لا، أنا مع جدا. أنا ضد تعدد الزوجات. أنا ضد الفكرة، لكن الفكرة مش حرام. طبعا أنا مع تعدد الزوجات. أنا مع تعدد الزوجات. أنا أكيد طبعا مع تعدد الزوجات. ليه؟ الفكرة مباحة دينيا وأخلاقيا ومجتمعيا. هقولك ليه، هي مش الفكرة فكرة إن احنا نرجع تاني عصور هارون الرشيد والجواري والكلام من ده أبدا إطلاقا، بس اللي الشباب بيتعرض ليه في الفترة دي من وجود كم كبير قوي من الحاجات اللي ممكن تخليهم ينحرفوا او يخرجوا عن الاطر الشرعيه او الدينيه، فيفضل ان الكلام ده يتحط بشكل يعني افضل دينيا ورسميا، ان الناس تقدر تتجوز مره واثنين وثلاثه ويبقى في اعلام بكده والناس تبقى شايفه الكلام ده قدامها، ويوصل الكلام ده للزوجه الاولانيه والثانيه والثالثه، ما فيهاش مشكله خالص. ان الزوجه هي المفروض تبقى كل حاجه للزوج، تبقى واحده بس، ما يبقاش اثنين، لان هو مفكر ان الزوجتين الاثنين هيريحوه، بالعكس ده هو بيحط على نفسه عبء وهو في غنى عنه كده، عشان ما فيش زوجه اصلا هتقبل ان زوجها يتجوز عليها وهي بتحبه، اكيد مش بتحبه اصلا، وما اعتقدش ان اي واحده في الدنيا هتقبل ان زوجها يتجوز عليها. يعني هو اللي اساسا اللي بيخرب البيت بيته. على فكره ده الكلام اللي انا كنت هقوله، انا يعني انا ابتديت انه فعلا في نسبه بتبقى كده، بس مش هو ده الصح. ما ينفعش برضو نقول احكام مطلقه على اي حد. حضرتك انا حاجه، انا بصي جربت التجربه. انا جربت التجربه على علميه، ان انا زوجه ثانيه واتخدعت وغشيت من انسان حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، وهو كان حاجه بين قبل اخره، وهو ده والله اللي لسه بقوله برضو. يعني الزوجه الثانيه دي في حالات كتير بتبقى هي ضحيه فعلا وبيجي عليها. حضرتك بعد اذن حضرتك، انا اساسا يتيمه الام والاب وعايشه مع خالي ومع خالتي، ودخل عليا راجل 51 سنه وانا عندي 37 سنه، وقعد يقول لي انا بحبك، انا ماليش حد غيرك، مراتي جبروت، عيالي جبروت، قسما بالله انا مطلقه، ما تلزمني مره، متحرمه عليا زي يوم اختي. وللاسف طلع كل ده كذب بكذب، لدرجه كانت بتشتمه تقطع له هدومه وتقول له امك وابوك، ورغم ذلك طفش شويه ومجرد من خلاص، لاني انا اتشدت له وحسيت ان انا يبقى لي بيت وزوج واولاد، حطمني وشحطتني من شقه لشقه قانون جديد وينصب على الايجارات، ورغم ذلك كنت حامل، هو اتصابت وموت ابني في 6 شهور. قالت له نشف مصاريفها عشان الطفل يموت، وفعلا حطمني وخلى الطفل مات. تمام يا استاذه ساميه. اوكي تمام، وصلت رساله حضرتك يا استاذه ساميه. ما هو ده بالظبط اللي احنا بنقوله، يعني في نفس المشكله ان هي اتخدعت ودخلها بنفس، وعلى فكره ممكن تكون بالظبط، وممكن يكون هي استعطفها وانخدعت فيه وتفاجئت بعد. ما هو علشان كده الواحد يعني اي واحده بدل ما تقعد تدخل في مشاكل وقصص وبتاع، طب وليه تجيب لنفسها مشاكل؟ وبعدين في نسبه كبيره جدا ممكن تبقى مطلقه وعندها اساسا مشاكل نفسيه من الزواج الاول، تروح تحط نفسها في كارثه تانية. احيانا ظروف بتجبر بعض البنات ان هم يعني يقدموا على هذه الخطوه حتى لو هي مش صح 100%، لكن بيكون ليها شروط معينه علشان نجاح هذه الزيجة. ده اكيد حضرتك، هم مش كل الزوجه الثانيه مش كلهم زي بعض، في اللي هي فعلا بتبقى محتاجه ان هي حالتها ماديه او حالتها النفسيه او هي مش قادره تعيش لوحدها، ظروفها محتمه عليها كده ان هي لازم تتزوج حتى لو هي الزوجه الثانيه، وفي ممكن ست بتكون صفقه زي ما الدكتوره قالت ان هي عامله واخده الموضوع الزواج ده صفقه، فقررت انها تتجوز اي حد شايفاه مناسب ان هو يقدر يصرف عليها او يناسبها ماديا، بغض النظر بقى اذا كان مثلا متفق معاها عاطفيا او اجتماعيا او الكلام ده كله، هي عايزه فلوس او بنك عباره عن بنك يصرف عليها. لكن هم كلهم فعلا في اللي هم تستحق انها تكون زوجه تانية، وفي اللي هي يعتبر اللي اسمها خربت بيوت، في كده وفي كده.
مفيش عامة صوابعك بالبلدي كده، صوابعك مش زي بعضها، مش كل الستات زي بعضها. تمام يا أستاذ مصطفى، بس حضرتك بالنسبة لك أنت الموضوع يعني لو الأطراف جميع الأطراف مرضية، الزوجة الأولى موافقة أن زوجها يتزوج تاني، والزوجة التانية موافقة على أنه يكون لي يحافظ على البيت الأولاني وأسرته وأولاده وهيكون سعيد مع الاتنين، أنت شايف أن أنت كده بتحل أزمة أن فعلا أعداد النساء أو الإناث الفترة الأخيرة بقت فعلا زيادة جدا عن هو قال من الأول أن هو بيتجوز كتغيير، كتغيير مش عشان يحل مشاكل حد. هو واضح. لا لا بجد على فكرة حاجه كويسه ان الواحد يبقى واضح كده من الاول، يا جماعه انا بتجوز تغيير. برضو بنساعد وبرضه الوقت ان احنا بنساعد، لان عدد الستات زايد فعلا بتضاعف عدد الرجال في الوقت الحالي. تمام، ومعانا استاذه اميره هنعرف رايها ايه في الموضوع الشيق جدا وهو تعدد الزوجات. اهلا بيكي استاذه اميره من الفيوم. اهلا بيكي استاذه اميره. اهلا بيكي منورانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي منورانا، اتفضلي قولي سؤالك للدكتوره والاستاذ مصطفى. باختصار يعني هو انا مش موضوع خرابه بيت ولا حاجه، نعم مش موضوع خرابه بيت ولا حاجه، بس انا متجوزه جوزي بقالي 11 سنه ومعايا منه 3 اولاد وواخدين بعض عن قصه حب وبحبه جدا وكل حاجه، بس حصلت مشاكل من حوالي 3 سنين ونص كده، كانت ارسل الطلاق وجيت رجعت وكل حاجه واحنا كويس، فوجئت ان من شهر 5 اللي فات انه متجوز عليا واحده ويا ريتها كويسه او بنت ناس او بنت بنوت بمعنى صح، انما للاسف مطلقه وعندها بنتين وكان واخد عيشه بقى شقه واستقرار وعفش وحاجات جديده، بسبب ان هو مقصر في حاجات كتيره معايا ومع اولاده ومع بيته. فاللي هو انا رضيت بالامر الواقع وكملت معايا وحافظت على بيتي واولادي، لان انا عارفه انه هيرجع لي، وفعلا ده اللي حصل. طبعا لما هو حكي لي ايه الموضوع هيكبر منه، الموضوع طبعا دخل في طلاق والحمد لله طلقها، بس هي ايه اللي استفادته لما تبقى متطلقه من واحد وجايبه منه طفلين وتتجوز واحد عنده 3 اولاد، وبرغم ان هي عارفه انه بيحب مراته وعايش حياه سعيده، بس هي ليه تقبل كده؟ يعني ليه تقبل تعمل حاجه زي دي؟ وتقبل ليه بشروط اصلا ان يروح لها ساعتين في اليوم لمده كل اسبوع ساعتين او 3 في اليوم؟ راي حضرتك ايه؟ تمام يا استاذه اميره، تمام رايي في الموضوع ده. يعني حضرتك هتعقب على كلام الاستاذه اميره؟ إن يعني ان الاستاذه اميره هي مش هي ممكن ما تعرفش اكيد انت ضدها. لا مش ضدها، انا معاها. لا انا معاها في الكلام ده كله، بس مش هتعرفي ظروف الزوجه الثانيه هي ليه اتجوزت او ليه هي رضيت انها تكون كده. تمام، ما نقدرش نحكم على حد لما تكوني عارفه كل ظروفه، طب عارفه ليه هي اتجوزت او رضيت تتجوز عشان تقدري تحكمي عليها. لكن انا ما اقدرش، معلش ان انا هحكم من الهوا كده، ما اعرفش عنها حاجه، فمش بالتالي يبقى انا هظلمها، سواء قلت كده او كده هظلمها. طبعا انا لازم اكون في الموضوع. عايزين رساله من حضرتك، يعني في لان الفقره فعلا قربت على اوشكت على الانتهاء، رساله من حضرتك للزوج والزوجه، للزوج اللي عايز يتجوز تاني بدون ما يخرب البيت الاولاني. والله الرساله اللي اقدر اقولها ان مثلا ان لكل زوج ان هو قبل ما يفكر يعمل حاجه زي ديت لازم يكون يرضي الست الاولانيه، ولازم تكون عندها علم بالموضوع. وانا بتكلم عن نفسي، لولا ان زوجتي وقفت جنب مني ووقفت في ظهري انا ما كنتش قدرت اعمل كده. يعني طبعا حضرتك اديتنا رساله واضحه وجميله جدا. مشاهدينا طبعا انا بشكر الاستاذ مصطفى جدا، الاستاذ مصطفى عبد الله، والدكتوره مروه اللي نورونا النهارده وشرفونا، وهندخل مع حضراتكم دلوقتي في الفقره الجديده، خليكم معانا. مشاهدينا ورجعنا لكم في الفقرة الثانية المتميزة جدا والمختلفة وهي ترند الأسبوع. طبعا موضوع شاغل ناس كتير جدا جدا وهو رخيص بس شيك، ده كان ترند معانا مهم قوي مع أمير علي عبد السلام اللي قلب الدنيا وكسر الدنيا في يومين، يعني الفولورز بتوعه كانوا 300,000 على صفحة الفيسبوك. ومعايا طبعا برحب بزميلتي الإعلامية الجميلة أمنية. أهلا بك يا أمنية. أهلا بك زينة. عايزين ندرد شوية أمنية على رخيص بس شيك، البراند يعني مكسر الدنيا. بما ان فقرتنا الاولى كانت جده يعني وقلنا نتكلم فيها عن حاجات جده، فقلنا نتكلم في الفقره الثانيه عن حاجه ايجابيه جدا. بعد ارتفاع اسعار الملابس فظهر مؤخرا ترند اسمه رخيص بس شيك. الترند ده كان نابع من الشباب،
كانوا بيتكلموا فيه عن قد ايه ان اللبس في وكالة البلح رخيص جدا او باسعار معقولة بتتناسب مع كل طبقات المجتمع، وانه قد ايه في نفس الوقت شيك جدا. فلان من المعروف ان وكالة البلح بتبقى اوكي ايوه، فظهرت الترند ده على السوشيال ميديا وبدات الناس كتير قوي تتكلم. واحنا لما عملنا سيرش على ال عفوا الترند، طب في صور نتفرج، في صور معانا عايزين نتفرج عليها وكمان كل مشاهدينا يتابعوها. هي مشكله الفتره دي امنيه ان الحاجه يا اما شيك جدا وغاليه جدا فيري فيري اكسبنس، يا اما رخيصه ومش شيك خالص. فشيك ورخيص دي معادله صعبه. فبرافو على امير يعني علي ان هو قدر يعمل المعادله الجميله دي. والترند لما اتعمل ظهر بعد كده لما عملنا سيرش ان في جروب، الجروب ده كان لو الصور جاهزه معانا نعرض. أيوة تمام لو سمحت. عمل جروب اسمه رخيص بس شيك، ابتدت الناس تتفاعل معاه وابتدت ان هي تنزل كل اللبس اللي هي جابته من هناك، وابتدوا ينزلوا باسعاره كمان. فلو الصور موجوده. تمام. طبعا يعني مشكله البنات في الجامعه عموما واللي بتشتغل وربة المنزل، الوقت بيبقى قليل ومعاهم فلوس، يعني ممكن تنزل بفلوس مش كتيره قوي، عايزه تشتري كذا طقم هناك والوان تحفه وفي نفس الوقت ما يكونش غالي خالص. اللبس هناك بيناسب جميع الطبقات، يعني ممكن بدل ما تشتري طقم واحد تشتري طقمين ثلاثه، وبراندات واتش اند ام وزارا وحاجات كتير وال سي والكلام ده. فالموضوع كان كويس جدا ان هو ناسب ناس كتير قوي. يعني انت شايفه ان طبعا الفكره الايجابيه 100% كمان للطلاب وطالبات الجامعه أكيد. لانهم بيحبوا التجديد والتغيير، وانت فاهمه بقى الفسح والخروجات والرحلات. ولما فعلا كنا كلنا في الكورونا، يعني مش هنقول محبوسين، لا كنا ملتزمين وكنا محافظين، لان فعلا كانت فتره الالتزام فيها مهم جدا جدا، والتزمنا كلنا في البيت اكيد. خارجين بقى من الكورونا كلنا عايزين نتفسح وكلنا عايزين نخرج، لكن مازال مشكله الكورونا موجوده فعلا، ومازال ان احنا يا جماعه حتى لو اشترينا في ترند رخيص وشيك برضو يا جماعه لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي. اهم حاجه اهم حاجه. وبعد كده وانس ان احنا بس هنطمن ان شاء الله ان الفيروس يعني خلاص ما بقاش موجود، هقول لكم بقى يعني كلنا بقى نخرج وننبسط، وان شاء الله باذن الله نتعافى منه كلنا على خير يا رب، ربنا يحفظنا كلنا منه ان شاء الله يا رب. لما توصلنا لامير قال لنا انه كان اصلا عايش جنب وكاله البلح، فكان بيتردد عليها كتير، فحب ان هو يعمل حاجه، وشايف ان في بنات كتير ستايلس بتروح هناك وكويسين يعني، وبنات جامعات والكلام ده، فحب ان هو يعمل ترند زي ده، وحب منه ان هو يعمل جروب. ولما عمل الجروب ده ناس كتير اتفاعلت معاه، كان اكتر من 30 ألف فولورز تقريبا، مش عارفه بالظبط يعني. احنا بنحاول نتواصل مع امير، مع استاذ امير، واول ما المكالمه تجمع حضرتك هتتواصلي معاه دلوقتي. استاذ امير معانا دلوقتي، اهلا بيك يا استاذ امير. ازي حضرتك عامله ايه؟ مبروك على الحضور وفريق الاداء المحترم والقناه الجميله جدا، قناه الصحه والجمال. مبروك الاول يا امير، ربنا يسعدك يا رب، والف الف مبروك على النجاح الجميل اللي انت محققه على السوشيال ميديا وعلى الترند. ربنا يخليك والله، ده من عند ربنا بفضل الله طبعا، يعني ده بتبقى حاجه بتبقى عند ربنا. وبشكر حضرتك جدا يعني على المداخله ديت، انا شرف ليا يعني، هتبقى استغلال ليا طبعا ان انا استغل القناه بحيث الدعايه وكده، فده هيبقى شيء اضافه كبيره ليا طبعا وللجروب. يعني شرفت بحضرتك، احنا اللي تشرفنا بيك. بنبارك لك على 300 ألف فولورز في خلال يومين. الله يخليك يا رب. استاذ امير كنا عايزين نعرف منك جات لك الفكره ازاي. والله حضرتك انا اصلا ساكن جنب الوكاله، يعني مفيش بيني وبينها حوالي 10 دقائق بالعربيه، فكنت بتردد من زمان، من سنه 2004 2005، وكنت دايما بشوف ناس يعني ستايلست وكده وديزاينرز ينزلوا يشتروا حاجات ومش بيتكسفوا، ويمكن في حاجات يعني اللي بيبيعوا نفسهم ما يعرفوش قيمتها، هي بتتباع بره في البراندات والاسواق التجاريه، بتتباع بالافات مؤلفه، هي بقى كانت بتتباع في السوق ده يعني 200 جنيه مثلا لو حاجه تكون شيك جدا.
تمام. 150 شتوي كمان. وايه الخطوات اللي مشيت عليها عشان تعمل الجروب؟ والله حضرتك انا يعني استلهمني يعني حاجه كده، قلت اكتب كلمه رخيص بس شيك، ف عملت بوست كده لقيته انتشر جدا يعني، فقلت استغل دوت عن طريق ان انا اعمل جروبس وكده، وفي زمايلي واخواتي يشتركوا فيه. واستغل دوت عن طريق ان انا حضرتك اعرض مثلا الحاجات اللي انا بشوفها والحاجات اللي انا بشتريها، واخواتي كلهم يستفادوا من الحاجات ديت، وبدل ما هم بيروحوا يشتروها بفلوس ارقام فلكيه كده يشتروها بسعر قليل. غير كمان ان انا حبيت ان انا اعمل كده قبل ما الشتاء يجي، بحيث ان الشتاء لما يجي استغل ان اللبس الشتوي بيبقى عليه اقبال اكتر. طيب وايه الصعوبات اللي واجهتك في انك عملت الجروب ده؟ والله العظيم ثلاثة، انا عايز اقول لحضرتك انا ما فيش اي صعوبات خالص، انا عملت الجروب ما فيش ساعة ونص او ساعتين انا لقيت كل الناس بقى جوين، انضمامات انضمامات، انا ما عملتش اي انضمامات خالص يعني. انا بلاقي كل خمس دقايق الاقي انفيتيشن من الناس واصحابهم، فدي حاجة تفرحني جدا. انا يعني انا مش مصدق انا عمال الاقي يعني استقبل ناس باعداد ما احلمش بيها يعني، الحمد لله بفضل الله. طب وهل حضرتك ناوي تزود في الاسعار لو الجروب انتشر اكتر من كده؟ لا والله، هو الاسعار اللي هم يعني متطلعين ان هم يشوفوها يعني مش هتزيد عن كده يعني، هي تبقى ان شاء الله نفس السعر المعتاد اللي هو رخيص بس شيك، مش هطلع عن المجمل ده خالص ان شاء الله بامر الله. طب تنصح اي حد عايز يعمل حاجه زي الجروب ده بايه؟ والله ابدا من منتج صغير، او ابدا بفكره صغيره، وان شاء الله يعني يعني هتجيب معاك يعني. انا ان شاء الله جبت حاجات واصورها وانزلها، والحاجات دي زي ما انا هبيعها اكسب فيها، واخواتي برضو يكسبوا فيها، فانت ما تقفش وتقول ما فيش شغل وكلام زي كده، لا والله، هو رسول صلى الله عليه وسلم قال 19 رزق في التجاره، ف يعني انت ابدا وربنا هيرزقك ما تقلقش يعني. وبتمنى كل الناس تشترك في الجروب. تمام يا استاذ امير، احنا بنهنئك على النجاح الجميل، لان انت حليت ازمه لناس كتيره جدا فعلا بيبقوا فلوسهم محدوده وعايزين يشتروا حاجات كتير وشيك ورخيصه في نفس الوقت. بنشكرك على النجاح الجميل اللي انت حققته. وطبعا الاستاذه امنيه من اهم الفولورز اللي هيكونوا متابعينك على كل طبعاً. جديد من عندك ان شاء الله. هندخل على الفقره مشاهدينا الجديده، وهي فقره مهمه جدا جدا، وكانت الترند معانا الاسبوع ده، وفقرة جبر الخواطر. كلنا شفنا الفيديو المحترم من الفنان المحترم أحمد عز، وطبعا اللاعب الجميل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والدوري الإفريقي ومنتخب مصر اللي مشرفنا، وطبعا كلنا يعني بنتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية بسبب الإصابة اللي أصيب بيها وهي المرض ضمور العضلات. وهنشوف الفيديو دلوقتي، اتفضلوا. من جديد، من يومين حصلت حاجة عظيمة جدا بصراحة يا دينا، عجبتني قوي ان الفنان احمد عز طلع مؤمن زكريا على المسرح وحياة وسط الجماهير الكبيرة العظيمة، ده بعد ما دعاه المخرج الكبير مجدي الهواري لحضور المسرحية، فكان الموقف عظيم جدا جدا، وتأثرنا قوي لما شفنا اللاعب مؤمن زكريا، ولما احنا كلنا عارفين ان مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي بقاله اكتر من سنه ما بيلعبش بسبب ضمور حصله في العضل. تمام. وبسبب الموضوع ده منعه من لعب الكوره خالص. فالفنان احمد عز بعد انتهاء مسرحيته قام بانه دعا اللاعب مؤمن زكريا ان هو يطلع على المسرح وسط يعني دعم كبير قوي من جميع الجماهير وتشجيع منه. ايه رايك دي؟ يعني
فعلا التحدي حلو قوي، تحدي المرض، تحدي اي مشكله او اي ازمه يومنيه بنمر بيها، لازم نكون اقوى، لازم نستعين بالله ونبقى واثقين ان بدعم ربنا اول حاجه، وبدعم الجمهور اللي بيحبنا والناس اللي قريبين اللي بيساندونا زي الفنان المحترم احمد عز، وطبعا المخرج الجميل مجدي الهواري، اكيد الناس الحلوه دي والجمهور الجميل اللي كان بيهتف بمنتهى الصدق وبمنتهى التعاطف معاه، كل دي حافز قوي جدا للاعب المحترم مؤمن زكريا ان هو يرجع وان هو يتحدى المرض، وباذن الله ان شاء الله هيرجع اقوى من الاول. كلنا بندعي له ان شاء الله بالشفاء يا رب ان شاء الله. انا بشكر طبعا بشكر الفنان احمد عز، وبشكر اللاعب المحترم مؤمن زكريا، وبشكر نادي الاهلي لمساندته ومساهمته في علاج مؤمن زكريا، لانه اكد النادي الاهلي على انه بيشارك وبيساهم في علاج لاعب كره القدم لنادي الاهلي مؤمن زكريا بالمشاركه الشهريه، لانه تقريبا يا جماعه انتوا عارفين انه العلاج بيتكلف شهريا لمؤمن زكريا 10,000 دولار، يعني بيساوي بالمصري 155,000 جنيه مصري، فطبعا مبلغ كبير. النادي الاهلي اكد ان هو بيساهم وبيشارك في علاج مؤمن زكريا، ودي طبعا يعني مساهمه للاعب محترم كل الناس بتحبه، وان شاء الله بنتمنى له يا رب يا رب يرجع اقوى ويرجع دايما كده مفرحنا، اللهم امين. ان شاء الله يا رب. احنا محتاجين حد في حياتنا كده زي الفنان احمد عز اكيد يدعمنا بالطريقه دي، يا ريت تبقى دي دعوه عامه للناس كلها، ان لو حد محتاج ده يكونوا داعمين ليه ومساندينه ويقفوا جنبه في حاجه زي دي. ولازم انت من جواك يا امنيه تكون انت الاول عندك الحافز ان انت مهما تقعي اولا تستعيني بالله وتحاولي تتحدي اي مشكله تقابلك، واحنا كصحاب واحنا كمجتمع واحنا كقرايب لازم الناس كلها تساند بعض، لازم تقف جنب بعض أكيد. حتى لو بكلمه طيبه، حتى لو يعني ممكن مسج صغيره توصليها لبني ادم محبط او عنده مشكله، تديله الامل ويرجع مبسوط ويرجع عنده الموتيفيشن وعنده الحماس والدعم، تديله دعم يقدر يقف على رجله تاني. محتاجين ده. محتاجين كمان نشوف الفيديو لو سمحت. لو الفيديو جاهز معانا نطلع نشوف. يعني قد ايه الفيديو مؤثر جدا جدا، وكلنا تأثرنا بيه، وبنتمنى لك يا رب الشفاء العاجل طبعا اللاعب المحترم مؤمن زكريا، وان شاء الله باذن الله دوام الصحه يا رب والعافيه ليك ولكل المنتخب. ويعني في دلوقتي تهنئه بتتقدم اسره برنامج نحو الهدف ورئيس التحرير الاستاذ تامر خطاب والمذيعه ندى بسيوني بخالص التهنئه لخريجي الدفعه الاولى من الاكاديميه المصريه للهندسه والتكنولوجيا المتقدمه والتابعه لوزاره الانتاج الحربي، وتهنئه خاصه لفريق البايو ديزل بقسم الهندسه الكيميائيه لحصولهم على درجه البكالوريوس، الف الف مبروك، تحت اشراف استاذ مساعد الدكتوره شيرين محمد سمير. وطبعا بنتقدم كلنا بتهنئه خاصه للمهندس محمود بسيوني الشيشيني، متمنين لهم دوام التوفيق يا رب. وهنقدم برضو تهنئة أسرة برنامج نحو الهدف ورئيس التحرير الأستاذ تامر خطاب بخالص التهنئة للأستاذ ماهر حشكين معلم أول وخبير الدراسات الاجتماعية بإدارة بركة السبع التعليمية بمناسبة تخرج الدكتورة أمل ماهر حشكيل، وتتمنى له أسرة البرنامج بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. يعني كنت مبسوطة معاكي جدا يعني يا أمنية وطبعا مشاهدينا يا رب النهاردة الحلقة تكون قدرت تنول اعجاب حضراتكم، وباذن الله ان شاء الله انتظرونا في حلقه قويه جدا يوم الاثنين الجاي ونحو الهدف.